السلام عليكم المتتبعات، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال. ان شاء الله غنقدم معكم واحد السلطه صراحه اللي سهله ودغيا كتوجد، ديروها كمرافقه مع الحوت او كمع الطويجين ولا المهم سلطه مغربيه صراحه اللي سهله وكتجيب لينا في نفس الوقت. عندي هنا الخس اللي مغسول يد بالخل ومقدر من الماء، عندي واحد خياره هنا اللي قطعتها هكا مهم قطعوها كما بغيتو، عندنا واحد ربع بطيخه اللي صراحه ما حلوهش بزاف اللهم نستافدو من هكا، وعندي الليمون واحد الليمونات هي قطعتها هكا، وعندي خلاص على حساب السكر سنيده، المهم كل واحد والذوق ديالو. ندير تقريبا هاد الفواكه ولا هاد الخضار كلهم، نخص وغادي نزيد عليه الخيار، المهم صراحه سهله وصافي بغيت نشاركها معكم. واحد راس كنحير واش من الشلاضه غنديروها، وغنزيد حتى الليمون، وهنا غادي نزيد واحد المعلقه تقريبا ديال السنيده، وصافي غادي نخلطهم. المهم هذه هي الشلاضه ديالي من بعد ما ساليتها، كما كتشوفوا درت لها تقريبا جوج معالق ديال السكر سنيده، المهم السكر سنيده على حسب الاختيار ديالكم وعلى حسب الذوق، كاين اللي كيبغي الحلاوه وكاين لا. المهم نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ما تنسونيش بلي لايكات وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي، وخليتكم على خير الى الفيديو المقبل ان شاء الله.